يبقى اللي حضر معايا كده، اللي حضر معايا انا ابو غالي ومغالي وقسطاوي وعبد الله. عبد الله صح، عبد الله لسه ما جاش بس هو حضر. ماشي، واحمد هاني قلنا خلاص تمام، كله فتح خلاص على السكن. باقي بس يا استاذ عبد الله واحمد اسامه. عبد الله احمد اسامه. ايوه خلاص هنبدا الحصه دلوقتي، هتبعتوا لهم وابعتوا لهم احنا نبدا الحصه دلوقتي خلاص. تمام ماشي 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 خلاص هنبدا في السكند والسيكشوال reproduction and implants. Some plants have developed a special type of asexual reproduction called اتفضل. اتصلت بعبد الله واحمد اسامه وهدخل دلوقتي. طب تمام ماشي ماشي، انا انتظر لنبدا وما نخش ان شاء الله يخشوا علينا. تمام يلا احمد اشرف اقرا. ماشي. فيجيتاتيف ريبرودكشن. فيجيتاتيف ريبرودكشن. It's a kind of asexual reproduction in plants. It takes place via parts of root, stem, leaves or buds. تمام. يقول لك هو انواع عند هو kind of asexual reproduction in plants، هو نوع من انواع اللي هو التكاثر او التكاثر اللاجنسي اللي هو asexual. ولكن التيك بليس بيحدث في او عن طريق اجزاء معينه من الروت من الجذور او الستيم اللي هو الساق او الاوراق او ايه الحاجه اسمها بالباتس ديت، حاجه اسمها بالعربي كده اسمها البراعم او حاجه زي كده معناها احنا بالانجلش. يبقى احنا بيحدث عندي عن طريق اللي هو الروت والستيم والليف باتس. تمام خش بعد كده زي الار تو كايند اوف فيجيتيف ريبرودكشن which are one natural vegetative reproduction or artificial vegetative reproduction. عندنا من عند واحد natural والتاني artificial. natural هو الطبيعي عادي لو انت كانك بتعمله بالطبيعي، اما artificial ده اللي هو الانسان او كده بدخولنا احنا في الزراعه. خلاص؟ ايوه تمام. هناخد في الناتشرال بيقول لك يحدث عندي بيقول لك تيك بليس باي ميني ويز such as reproduction by عندك ممكن اللي هو ثلاث اللي هو انواع بسيطة. قال له احمد اسامه محمد ياسر ده اللينك بتاع اللغات. خلاص سيبه محمد ياسر عايز يحضر معانا براحته. ابو غالي مستاذ كمل بقول لك التيك بليس باي قول ماشي. It takes place by many ways such as reproduction by rhizomes, cormes, tuberous, bubbles, bulbs, offshoots. تمام بيحدث عنده بواسطة الرزومة ديت اللي هي الرزومس وحاجة اسمها الأوفشوتس اللي هي الفسائل حاجة كده بالعربي كده عشان خاطر محمد ياسر. في حاجة عندك اسمها كورمات اللي هي الكورمس. في حاجة عندي اسمها البرنات اللي هي التيوبرز. في حاجه عندي اسمها الابصال اللي هي البلبس. خلاص ممكن نحدث عن طريق الخمس حاجات دول. تمام احنا ناخد عليها المره دي او ندرسه ما ندرسه احنا اللي هو هناخد ايه ريبرودكشن باي تيوبرز. ناخده ايه ريبرودكشن باي تيوبرز. احمد اشرف اسف اتس تست. ماشي. It is a swollen part from the horizontal root terrestrial stem which contains growing buds and it's used for vegetative reproduction. بيقول لك عبارة عن swollen part اللي هو الجزء المنتفخ كده من ايه؟ من جذر افقي، يعني عندك انت horizontal root جذر افقي او عندك ساق ساقي ارضي او ساقي ارضي terrestrial ايه؟ stem. which contain growing buds and it is used for vegetative reproduction. يكون يحتوي على البادز اللي بتحتوي على براعم بتحتوي على بادز معينه تستخدم في الفيجيتيف ريبرودكشن. عرفناها هي عباره عن جزء ايه؟ سبولن بارت، عباره عن جزء
عبارة عن بلازمة الروت أو بتلاقي صافي عبارة عن ساق أرضي سيمي أرضي وش كنتين يحتوي على جروينج إيه بلس بالعربي عشان محمد ياسر اسمها براعم متنمي يعني براعم طلع منه استخدم في خلاص اللي هو بيبتدي في ريبرودكشن بيبتدي في ريبرودكشن خلاص الروتيوبرز دي ممكن تكون عندي حاجتين ممكن اروت او استم روت اس سويت بوتيتوز اللي هي زي البطاطا روت زي السويت بوتاتوس اللي هي السويت اللي هي البطاطا وعندك استم زي ايه زي البوتيتوز زي البطاطا وهتبص انا رسم عندي هنا مش عارف رسمه تمام دي هنا نطلع مظبوط عشان خاطر تشوفوا كلكم تمام كل حاجه في الجهاز الجامد لو انا شايف فيجيتيف لو انا شايف فيجيتيف البرودكشن صح اه هروح بالتوب فتحت التوبرز شكلها ما فيش صوره التوبرز بس عندي تحت بس على سوق بطاط تحت يا استاذ البطاط هتلاقي عندي كده اي عين او بود عباره عن عين او بود معين ديت اللي بيطلع منها اللي هو ايه النبات الجديد انا بحطها في التربه بيطلع منها النبات الجديد اللي عايز ايه اطلعه الجديد اللي عايز ايه اطلعه اعمل له ايه ريبرودكشن خلاص ونبص على التيك اللي عندي مسك هنا البطاط معين وراح قسمها لقطع معينه بحيث ان هي كل جزء معين فيه او سلايز معين فيه يحتوي على ايه ابود اور مور هيحتوي على واحده بود او ايه او اكتر خلاص كل قطعة عندك كل سلايز عندي احتوي على بود او ايه او اكتر بعد كده اعمل عمليه زراعه هذه الاجزاء في عدد زراعه في الووتر مع ايه بانتظام وقاعد رعاه بانتظام في الزراعه بتطلع عندي واحد عندي استنتج ان سامبلز جرو فورمينج روت سيستم بعض الفض عندي نمت وكونت عندي روت سيستم والبعض الاخر نما عمل جرو فورمينج شوت سيستم والبعض الاخر عمل ايه شوت سيستم يعني بشويه عمل روت سيستم وشويه سام بودز عملوا شوت روت سيستم وشو اذر بودز والاخرى عملوا عندي ايه والبودز الثانيه عملت عندي شوت ايه سيستم طبعا احنا قلنا الروت سيستم اللي هو الجزء اللي تحت الارض قلنا والشوت سيستم الجزء اللي فوق الارض النبات اي نبات عندي بيكون عندي من تو سيستم جزء تحت اللي هو الروت سيستم وجزء فوق اللي هو فانت عندك الموضوع ده طب معلش خلصوا اسكت شويه ال لازم نصمم الصوت وبعد كده نشغله مع بعض عشان انا اطلعت الصوت اللي هو اللي شغال خلاص تمام نصمم اقول له مثلا اذكر اسمه اللي شغال عنده الصوت طيب ماشي خلاص عبد الله شريف فين موجود طيب عشان خاطر ايه احمد اسامه احمد اسامه موجود طيب تمام كله موجود اللي اقول اسمه اللي يتكلم خلاص يبقى احنا عرفنا الملاحظه اللي عندي والكونكريت اللي خدناها من الاكتيفيتي بتاعتنا لما مسكنا بوتيت معين ورحنا قسمناها لمين سايز من سلايز يعني بس كل سلايز منهم كونتين بود اور مور عندي في الحاله ديت في سام بودز جرو فورمينج اروت سيستم اذر بودز جرو فورمينج اشوت سيستم افتر داي بعد ايام معينه نيو توبرز ايه جرو عندك بعد ايام معينه هتكون عندي برضو بعد ما تكون عندي الشو سيستم والرو سيستم هتكون عندي توبرز اخرى نمت عنها خلاص يبقى احنا عرفنا خلاص اللي خدنا اللي هو الناتشرال فيجيتيف برودكشن وخدنا نوع معين منه اللي هو ريبرودكشن باي توبرز وعرفنا بيتم عن طريق توبرز دي ممكن تكون عندي يا روت يا ستيم وخدنا اكتيفيتي اللي مسكنا بطوط معين ورحنا عملناها سلايز وكل سلايز عندي السلايد عندي فيها بود اور مور او اكتر وما مسكناها كل بود من ديت اتعملت عندي في شويه بودز عندي راح اكون عندي روت سيستم وشويه بودز عندي كون عندي شوت سيستم وبعد ايام معينه اتكونت عندي تيوبرز جديده هنخش بقى كده ارتفيشال يلا عبد الله شريف ارتفيشال فيجيتيف ريبرودكشن ات تيكس بليس باي فور ويز which are cutting, grafting, tissue culture, layering.
we study the first three ways of reproduction by getting. خلاص خلاص خلاص. ناخد أول حاجة ناخد أول حاجة. بيقولك بتيك بليس بتحدث عندي. نفتح عليها هنا. خلاص. وين أول صفحتين مش موجودين شكلهم عندي. تمام تمام. ناخد بعد كده اللي هو artificial بيبتدي في reproduction. بيقول لك تيك بليس باي فور واي عندي باربع طرق معانا ممكن عندي كاتنج وعندي جرافتنج وعندي تشي وكرتشر وعندي ليرنج. هناخد هم الثلاثه اللي هناخدهم في الدرس ده هناخد ايه؟ ثلاثه فقط اللي هم اول ثلاثه اللي هو كاتنج وجرافتنج والتشي وكرتشر. خلاص يا قصاوي؟ تمام. اول واحد عندي هناخده البرودكشن باي كاتنج. قصاوي مش موجود يا استاذ. لا ولا النت تقريبا فصل. تقريبا النت فصل عشان هو كان موجود وبعدين النت فصل. تمام. ريدكشن باي كاتنج يا احمد اشرف ذا كات. ايوه ار بارت اوف روت ستيم اور ليف ستيم اور ليف ذات از تيكن فروم ا بلانت فروم ريبرودكشن. بيقولك عبارة عن قطع أو اسمه عارف أو بالعربي اسمه التعقيد. يعني زي يكون زي نظام شفت انت قصب كده زي عجلة أو حاجة زي كده عاملة زي كده. يعني بتاخد انت جزء من النبات معين على حسب ممكن الجزء ده روت عندي أو السم صار خلاص أو ليف ورقة معينة بناخدها ونروح ناخدها من النبات نعمل لها ايه نعمل بها تقصر جديد نطلع بها نبات جديد نزرعها في الأرض ونطلع بها نبات جديد خلاص. البذكات it is the bar a part of root stem or leaf ليف خلاص that is taken from a plant for reproduction عشان خاطر استخدمها ايه reproduction. بص كده عندنا على الرسم هنا على ميديم بالديفينيشن هتبص هنا قطع عندي ممكن تلاقي حته زي كده عقله زي كده حاجه اسمها ايه عقله خلاص. يبقى كاتنج اللي معناه مستقصر بالتعقيد بالتعقيد يعني ايه عنده بالعقله يعني بالتعقيد خلاص. reproduction by cutting اللي هو مستقصر بالتعقيد بناخد جزء معين من النبات ونروح نعمله عدد زراعه تاني او نحطه تاني في التربه يطلع لي نبات جديد. ويا ما احنا جربنا كده في زمان يعني كان عندنا شجر فيه ونقطع فرع معين ونحطه في التربه يطلع لي فرع جديد ويطلع لي نبات جديد. وده طبعا بنستخدمه برضه طبعا بنستخدمه في العنب لو حد كان عنده عنب بتاخد منه الفرع وتحطه في الارض بيطلع لك شجر تاني جديد. It is a common for the cut to be branch carrying many buds. بيقول لك هنا ان الشاي عندي لازم اخد هنا تعقيم معين بس في مينا بودز يعني في يعني نظام اماكن يطلع منها فروع يعني ما اخدش واحد كده شيء يعني فاضي عامله خالص لا اخد حاجه كده فيها ايه مينا بودز خلاص اخد فرع معين برانش معين بس اخده ايه ما في من ايه بودز مثال عليها زي الجرابس وايه والروزز اند شوجر ايه كان دول عندك جسر السكر. شوف انت زي ما قلت لك عندي بتكون من عجله اخدت عجله منهم وحطيتهم في الارض بيطلع لي عندي نبات جديد بيتكسر عندي واخدت برضه الورد هكذا والجرابس برضه العنب لو استخدمناه برضه كده. ونبص بعد كده الاكتيفيتي 3 او الاكتيفيتي اللي عندي بيقول لك ازاي نتعرف على الكاتنج. بناخد هنا عندي بص كده على الزهريه معينه النبات بناخد قط معين منها ونروح نحطه في الزهريه عندي تمام نحطه عندي هنا يا هاني ايه ايه برضو ايه دينا بعد كده خلاص في الاكتيفيتي ده خدت قط معين وحطيتها في التربه. القط دي بدا يطلع لي تحت بدا ينزل يتكون من عندك من تحت نزل من تحت بدا يطلع لي روت سيستم الجزء اللي فوق طبعا طلع لي شو سيستم نبات جديد. وهنا نلاحظ عند الاوبزرفيشن اند كونكلوجن بتاعتي ظبط بيرد انسايد اللي مدفون جزء منه لو البض المعين مدفون منه في التربه لما انت عندك بادز معينه يكون مدفون في التربه وبادز يكون فوق التربه لما مدفون في التربه عندي موجود جوه التربه هينمو جرو تو فورم ذا روت سيستم اوف ذا بلانت والبادز اللي فوق التربه اباف ذا سويل سيرفيس سيرفيس اللي هيتكون عند جرو هينمو تو فورم شوت سيستم اوف ذا بلانت. خلاص خلصنا كده الريبرودكشن باي كاتنج. في اي استفسار؟ لا لا تمام مظبوط تمام. هنخش بعد كده نطلع هنا كده يعتبر عندي بعد كده عندي هنا موجود يلا
نقرا النوت بقى بعد كده. يفهمك النوت بعد كده. قرا استاذ ولا ايه؟ طبعا شرابس على فكره موضوع ثواني موضوع الكاتنج ده ده بيستخدمه طبعا بيستخدمه كتير عندنا في موضوع المشاتل والكلام ده اللي هو المشتل خلاص بياخدوا الحاجات دي. يعني استاذ ممكن لو صاجه وقعت اخد منها حته وزعها؟ لا مش وقعت تاخدها من نبات وهي حيه مش بقى متوبه ايه اللي بقى لو هو لسه وجع مكسور حاليا تكسره ولسه في حياه شويه لسه ما نشفش او كده. وعلى فكره برضو ممكن عادي تاخد اي جزء ورقه معينه على حسب نوع النبات ممكن من ورقه تطلع على النبات بس يكون في بوز معين في عندك شفت انت كده الفرق عندك معين في كده حاجات طالعه منه زي نظام زي حب حبوب كده الحب بتاع الجلد بتاعك شفت اللي بيطلع من الشجره او من الفرق اللي في الشجره تاخده معين تحطه في التربه بس انا هخلي شويه بوز تحت وشويه فوق اللي تحت الكون عندي جسر واللي فوق طلع الكون عندك النبات ويطلع والكون عندك ايه الشجره الجديده زي مثلا تستخدمها في العنب العنب ممكن تستخدمها فيه العنب ممكن تاخد عدد الفرع منه تحطه في الارض يطلع لك شجره دينا بعد خلاص يا احمد ايه تمام خلاص يلا نقرا النوت يا احمد اسامه. These herbs are then transferred to the soil to grow more efficient. بيقول لك هنا بناكل الشتلات اللي بنعملها دي او بنعمل شغل المشاتل اللي بنعمله ده او الشيارات الصغيره اللي بنعملها دي بناخدها بعد كده ونروح نعمل عدد لها زراعه ايه باكثر كفاءه وباكثر ايه التنمو عنده اكثر كفاءه من انك انت تعمل شجره وتروح ترعاها كل شويه في مشتل بيجيب لك حاجه زي كده يعمل كاتنج لنبات معين وروح يحطه عنده في زرويات عنده في المشتل فتلاقيه هو بتبدا تنمو عنده او كده بيهتم بيها طبعا بيديها المواد الغذائيه الكافيه ويرعاها رعايه كافيه يعني بعيد عن الرياح وكده النبات يطلع كويس تاخد انت تروح تشتري من عنده الشتلات دي تحطها عندك في الارض اللي كنت عايز تزرعها او النبات او التربه اللي عايز تزرع فيها وتحطها ويطلع لك ايه تنمو اكثر كفاءه تنمو ايه جرو مور افيشنت تمام خلاص خلصنا كده اللي هو اول نوع من فيجيتيف ريبرودكشن اللي هو باي كاتنج نخش على كده باي جرافتنج باي جرافتنج تمام اقرا يا عبد الله عبد الله خلي احمد اسامه عنده الصوت حلو اقرا احمد اسامه reproduction by grafting reproduction by grafting it is a kind of artificial vegetative reproduction in which a part of plant which contains more than one bud known as a scion بقول لك انا في reproduction ده اسمه التكاثر في التطعيم بعمل عملية التطعيم بجيب حاجة معينة كده في الأول أو فرع معين اسمه الأصل عندي أو بسميه الأصل أو بسميه ستوك خلاص وحاجة بحطها عليه خلاص بسميها صين بسميها إيه؟ صين ديت بقى راح اسمه الطعم في العربي بسميها الطعم وأجيب اللي هو الأصل ده بسميه اللي هو ستوك بحط الصين ده على الستوك المعين بس بطريقتين على حسب إيه؟ بطريقتين باي أتشتمنت وباي إيه؟ ودي وجه خلاص وايه وجه تمام فالتطعيم ابو غالي فالتطعيم ابو غالي عندي بعمل ايه نعم استاذ بستخدم بعمل حاجه اسمها تطعيم باي جرافيك كده بستخدم ايه ايوه مفهوم حاجه اسمها لو ستوك خلاص وبجيب حاجه فوقيه خلاص اسمها ايه اسمه ده اسمه سويل دي ايه ستوك والتاني اسمها ساين ساين خلاص ساين ساين دي ايه هي ساين دي اللي هي الطعم اللي بحطه عليها اللي هو زي بكون عندي حاجه اساس والتاني بحطها فوقيها زي مثلا انت عندك في الرسم كده بص عندي هنا في الرسم الرسم عندي بص هنا ده اللي هو الساين ده اللي هو اسمه الطعم عندي وده اسمه ستوك أيوه. اللي هو الحاجه اللي الاصل عندي في اللي هو هزرع عليه خلاص وعندي نوعين من اللي في الارض اساسا جرافتنج باي اتشمنت وجرافتنج باي ايه باي ويت خلاص اسمع خليك معايا اللي هو اللاب او اللي ماسك لاب او ماسك ايباد او ماسك كده تمام اللي ماسك كده يا جماعه كل يعمل ميوت مدى الاستاذ ده عشان نعرف تسمع
تمام. نبص عندي هنا في نوعين، شايف هنا اللي هو الاصل والستوك تحت والصويل اللي فوق، تمام. بروح اجيب الصويل من نبات معين يكون مثلا بدا يموت او بدا يعمل كده او مثلا محتاج لغذاء معين او محتاج حاجه معينه في النبات، ببدا احطها عليه على الستوك، ببدا احطها على الستوك في نبات تاني يكون طالع كويس و100، ببدا احطهم على بعض كده، وبعد كده بعمل ايه، عمليه ايه، ربط ليهم كويس بحيث ان الاثنين يطلعوا مع بعض، مع الوقت الاثنين بيبداوا يلتصقوا ببعض، التشي كله يتصق ببعض، وهنا الاثنين دول بحطهم على بعض يبداوا يلتصقوا ببعض، مربوطهم يبداوا يلتصقوا ببعض، ويبقى زي نظام فرع ايه واحد او برنش واحد او ستيم ايه واحد. او ممكن عندك نوع ثاني اللي هو باي ايه، النوع الثاني اللي هو باي ويدج، ده يبقى تمسك النظام اللي هو تمسك اللي هو الساين ده خلاص، بتعمله زي نظام القلم الرصاص، بتبريه كده بنظام حاف معينه كده، بتبريه كده من قدام، وتبدا تظبط له برده في السك على جد برده ايه، على جد مساحته. طبعا ده بستخدمه لو فرعين يعتبر يعني شبيه لبعض او نفس مجاز بعض، اما ده واحد كبير واحد صغير، ببدا احفر له على جد الفرع ده، بحفر له بمكانه وراح احطه ايه، بحفر له مكانه زي كده، وكده ابدا احطه، وبعد كده ابدا اعمل ايه، اعمل عمليه ربط الايه للسك اللي عندي بدون يكتب على الشاشه، عشان هي كتابه بتوصل، انا بس اللي اتعامل على الشاشه بعد اذن حضرتك. خلاص تمام مان. يلا ناخد المسج اوف جرافتنج. يلا يلا احمد اشرف، جرافتنج باي اتاتشمنت. جرافتنج باي اتاتشمنت، خلاص مش خد واحد واحد ده سوين. لا خد واحد واحد لا زي نقول كده، جرافتنج باي اتاتشمنت ذا تو مسج كان بي اوبتيند باي ذا فولوينج ستيبس، نمبر 1 ذا سايد اند ذا ستوب are cut with two كده، واحد واحد امسك واحد واحد. The two methods can be occurred by the following steps. Number one, the seon and the stock are cut with two integrated and مع بعض الصين وعنده صين والستوك الاثنين مع بعض بيتقطعوا، بس بطريقه الاثنين يكونوا زاويه مكمله لبعض، الزاويه مكملين لبعض يعني ده يدخل في ده، يعني مثلا تعمله بمية بدرجه الثاني برضه بنفس الدرجه، عشان الاثنين يتزاوجوا بعض بنفس الطريقه ويطلع كانه ايه فرقه واحد او نفس واحد خلاص، هم يكونوا قد بعض يعني زي بعض، تجرد انجل يعني ايه، اذا يكون بزوايا مكمله لبعض كل واحد مكمل ايه للثاني، بعد كده ساين اذا اتاش تو للسوك، عند الساين بعمل له اتاش تو مين، بعمل له اتاش تو بعد ما بظبطه واظبط الساين لوحده والسوك لوحده بطريقه ان يكون كل واحد فيهم تجرد انجل للثاني، في الحالة دي الدرس في الصين وعملوا اتش دي تو ذا السوق. نمبر 3 ذا انا عندي اثنين بس لا ذا سيون اند ذا عملت سبوت عليها. طيب ذا سيون اند ذا ستوك ار تايتلي تايت توجذر تو ميك ذا سيون فيد، الاثنين مع بعض بيتربطوا مع بعض ايه باحكام كده معين، ليه جيب ريزون ليه، تو ميك ذا سايل feed on the juice of the stock، عشان خاطر نخلي الصيد يتغذى على العصار اللي موجوده فين في الستوك عندي اللي هو اللي انا هحط عليه. خلاص عرفنا عن ايه الصيد، يعني عرفنا عن الستوك، الصيد اللي هو بيكون جايبه بالستوك اللي هو الاساس اللي في الشجر اللي هحط عليه، اللي بحطه من فوق اسمه الصيد، واللي بحطه من تحت اسمه ايه الستوك، واللي يكون عندي من تحت اسمه ايه استاذ. هو احنا في الاخر استاذ، هو احنا في الاخر بيلزقوا في بعض وما كانش الحبال ولا عطوه بيبقوا كده؟ لا بعد ما نربط واللزق وكده بعد كده التيشو الخارجي ده بيبدا يلزق في بعض خلاص، بعد كده مع الزمن بيبدا يلزق. يا استاذ انا لو فضلت حاطتهم مده طويله بعد كده لما افك الحبل الاقيهم بقى لازقين في بعض وكنكته واحده صح؟ تلاقيهم بعد كده لما تفكوا هتشوف كده بعض ومستمر يعني خلاص، الاثنين هيبقوا زي نظام فرع واحد، بس في الاول ده نظام زي كده ما كنت بتعور ونعملها غرزه كده زي نظام كده، بتعملها غرز بتعمل ايه؟ في الاول منفصلين وبعد كده بنعمل تطبيق ليهم، بيعملوا ربط الاحكام الجلدين مع بعض، مع الوقت الانسيليا تشيو عندي بيعمل ايه؟ الجلد عندي بيبدا يلم مع بعض وينزل في بعض ويرجع تاني نظام واحد. يبقى الاول هربطهم مع بعض منفصلين، كل حاجه هو البروتين طبعا الصين هيتغذى عندي على الجوز بتاع السوق، بعد شويه فتره من الزمن اللي هيحصل هيروح الاثنين هيبقوا نظام فرع واحد، يبدا التشيو الخارجي بتاع بتاع الشجر عنده والفرع يبقى ينزل بعضه ويبقى ايه نظام ايه؟ السن واحد صف واحد او برانش واحد على حسب ما انا اعمل اللي هو الجرافتنج باي التشكيل.
ذاكرهم خلاص. انت عندك الرسم عندي بتوضح، تشوف ستيب 1 مسكت السوين عملت لها قطعتها ظبطتها، واللي عندك السك ظبطتها برضو الاثنين من بعض يكون انتجريت انجل لبعض. بعد كده عملت لهم ايه تايتل تايل، عملت لهم ربطتهم مع بعض توجذر عشان خاطر اخلي السوين ده لفوق يقدر يتغذى على الجوس اوف ذا السك اللي تحت. تمام مثال عليه، مثال على الجرافتنج هنا برضو ممكن نتسال فيه. جرافتنج باي اتجمنت از اوكورد ان ايه مانجو تير، مانجو تريز، يعني في شجر المانجا بستخدمها كتير. ممكن تلاقي حاجه كده عندي مانجا شجره كبيره، شجره مثلا بدات تفرع او مثلا بدات تعمل وبدات تموت من تحت او بدات يحصل لها عيوب، فالحاجه دي باخد جزء اللي هو مثمر ده وابدا احطه على الفرع اللي هو الموجود عندي الشجره اللي الصحيحه ديت، وابدا اظبطها واربطها ببعض يبدا عادي يتغذى عليه ويبدا الشجره تتكمل عادي وتعيش عادي والثمار تبدا تطلع عندها. خلاص خلصنا اللي هو الجزء الاولاني جرافتنج باي تشتمنت. ناخد جرافتنج باي ودي خلاص. يلا احمد اشرف ماشي. Number one, the sewn is prepared in the form of a wedge, low pencil shape. تمام. عندك الصين هنا في الحالة دي بروح أعمله تحضير وأعمله تعداد إن هو prepared بعمله في شكل إيه؟ ودي له في شكل إيه؟ البنسل، في شكل القلم الرصاص. تمام. والصين عندك بعد كده بعمله interest into a cleft in the stock، بروح أحطه بعد كده في الستوك، بعمله تطعيم عندي هنا في الستوك. تمام. وبعد كده بعد كده رقم ثلاثة نفس الكلام من نفس هناك نمبر 3 بالخطوة الثالثة عندي نفس اللي هناك. The soil are and the stock are tightly tied together to lay the prism lay أو الجزم بتاع الساب بتاع ليه to make the soil feed on the juice of the stock. بعد كده بشرحها لنا برضو في درس من step 1 بمسك السوين بعملها على wedge خلاص أو pencil shape، وراح أبدأ هنا أظبطها في الستوك عندي ببدا اظبطه مكان ليه. بعد كده الخطوه الثانيه بروح ابدا اظبط هنا احط السوين على اللي هي الستوك، وبعد كده بعمل ايه ربط باحكام عشان خاطر في الحاله دي اللي هو السوين يبدا يتغذى عندي على الجوسين ويد في الستوك، وبعد كده يبدا ينبت عادي. والحاجه الثانيه دي بستخدمها في اللارج تريز اللي هو في الشجر الكبير في الاجر الكبيره. خلاص تمام. النوت بوك النوت اللي بعده بيقول از برديوس ذا فروت باي جرافتنج، باي جرافتنج بيلونج تو ذا تايب اوف ذا سي، معناته ان انا زرعت شجره برتقال على ليمون مثلا ولا برتقال على اورنج مثلا، في الحاله ديت اروح يطلع لي مثلا في الفرع بتاع البرتقال يطلع لي فاكهه اورنج، لا الصين نفسه لو الصين بتاع برتقال يطلع لي ثمار برتقال، لو بتاع مانجا يطلع لي مانجا، بتاع خوخ يطلع لي خوخ. مالوش دعوه بالسوق، حتى لو في مالوش دعوه في شجره مثلا السوق مالكش دعوه بينا، انت الثمر اللي علاقه بالصين بس. تمام. وصلت ابو غالي؟ ابو غالي ايوه استاذ. مفهوم مع احمد اسامه. مفهوم احمد اسامه طلع تقريبا الصوت مفهوم بسيط. تمام كله تمام مفهوم عنده استاذ احمد كان الوقت دقيقتين والميتنج يخلص ولا حاجه زي كده. ايوه هو ما فيش سبب الصحاب فهمت ولا لا كان بيكتب لي على الوقت دقيقتين والميتنج يخلص. كان بيكتب لي كده يعني دقيقتين والحصه هتخلص. يا استاذ البرنامج الزوم بيقعد يبين دقيقه بس لو اكتر من اتنين فيه يعني اكتر من اتنين هو هيقعد 40 دقيقة بس. خلاص مفيش مشكلة احنا لسه ما كملناش 40 دقيقة هسه اكون اصلا انا فتحته من بدري عشان فتحته من بدري ممكن مفيش مشكلة عادي نكمل وما يجيلك في الخلاص. تمام تمام خلاص الجزئية دي خلاص الجزئية دي بعد كده خلاص. يلا احمد وسامة ما هو طلع الله عبد الله شريف استاذ موجود طب يلا this kind of reproduction is used only this kind of reproduction is used only between highly similar plant species such as orange and اول حاجه عندي النوع ده من reproduction خلاص النوع